بالخضرة شيماء، 25 سنة، خريجة أكاديمية الفنون التقليدية، لا فيليير أريسونس دو بوا، مصفرو، حاملة المشروع ديال إيتري. سليمة معرفت، 27 سنة، قاطنة بمدينة الدار البيضاء، خريجة أكاديمية الفنون التقليدية، فيليير تيساج تراديسيونيل، أي حاملة مشروع إيتري. الفكرة ديال المشروع كانت بدات هاد العام مع ليكيب اناكتوس اكاديمي دي زارت تراديسيونيل، وبدينا نخدم عليها. هادي ماشي اول انكوباسيون ديالنا، هادي ثالث انكوباسيون، ورجعنا لهنايا سورتو على حساب لو فينانسمون، لان في لا فاز اللي واصلين فيها دابا لو بروجي ديالنا محتاجين الفلوس، يعني باش نزيدو في لو ديفلوبمون ديال الاكتيفيتي اي اوسي بور لو ديفلوبمون حتى ديال لي برودوي ديالنا باش نوسعو لا غام. انا مصفرو هي من كازا، ولكن كنا كنقراو في نفس الاكاديمي، واخا كنا دو فيليير ديفيرونت، ولكن هادوك لي 3 ans اللي كنا دوزنا في الاكاديمي كنا في لا ميم كلوب، كان عندنا لا ميم سونتر دانتيغي، وهادو هما الحوايج اللي جمعو بيناتنا انا وسليمة. من شحال هادي وانا كنفكر انني ندير البروجي ديالي، كيف قالت شيماء بلي بجوج كانوا عندنا بجوجنا لي ميم سونتر دانتيغي اللي هي لونتربرونيا، شاركنا في بزاف ديال لي زيفينمون مع ليكول اللي كنقراو فيها، داكشي اللي خلانا اننا نمشيو في الدومين ديال لونتربرونيا. صراحة قبل ما ندخل الأكاديمي ما كانش عندي هذه الفكرة، ولكن من بعد ما يعني تحتنا الفرصة أننا تحكينا مع دي زونتربرونور، ولينا كنمشيو لديزيفينمون ديال لونتربرونيا، ولينا فاهمين ان بو ليكو سيستيم ماروكان، يعني لاش غادي وشنو هما الحوايج اللي حنا باغيين نديروهم، يعني لقينا راسنا في لونتربرونيا. نورمالمون بعدا في لونتوراج لا بلوبار دي جون كيقولوا بلي دير المشروع ديالك راسك راه ما يمكنش، صعيبه، خاصك بزاف ديال الفلوس باش ديرها. فهاد الفكره في الاول خاصها غير انك تفكر مزيان كيفاش غادي تمشي في لي زيتاب ديال البروجي ديالك حتى توصل ليه. عاد كاينين بزاف ديال 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 لي انكوباتور اللي كيعاونوا لي جون باش انهم يمشيو في لي بروجي ديالهم. حنايا لا ستارت اب ديالنا كنخدموا بلي شوت، لي شوت ديال البوا ولي شوت ديال لي تيسو اندستريال اي تراديسيونيل، يعني كنديروا لاب سايكلين. الهدف الرئيسي ديالنا اول حاجه هو خلق واحد المقاوله، ولكن يعني الهدف الكبير ديالنا هو اترافير ايتري اللي هي لا مارك ديالنا، نقصوا من يعني من هذيك ليكسبلواتاسيون اكسيسيف ديال بعض المواد اللي عندنا مثلا بحال الخشب. نحاولوا نقصوا حتى حنايا شويه ولو بان بورسونتاج قليل بزاف من هادوك لي شوت ديال التكستيل اللي كيطلعوا في لا ناتور، لان حنا عارفين بانهم تري نوسيف بور لونفيرونمون. اي فوالا، هذه هي الفيزيون ديالنا بالنسبه للفكره. الحمد لله الفكره ساقت فينا بزاف باش انها تعاوننا باش نمشيو في البروجي ديالنا ايتاب باغ ايتاب. On est maintenant dans la phase de la formation. Alhamdulillah, grâce à Al-Fikra, j'ai des gens, des entrepreneurs, qui ont des témoignages, qui ont déjà incubé le pré-incubation de Al-Fikra, qui ont fait que nous تبقى ليدا ديال البروجي ديالنا تبقى في راسنا باش نكملوا بها حتى الاخر، حيت الا عندك ان بروجي راه ما يمكنش توصل لواحد البقيته وتكون صافي ما خاصناش. والحمد لله الفكره راه راح الصراحة الفكرة لو بلوس اللي عطاتنا هي أنها أول حاجة ولينا بلو موتيفي للخدمة، ولينا تخي أمبليكي في لو بروجي، إي سيغتو عارفين أشنو هما لي بوان فور ديالنا حنايا، يعني اللي نقدرو نتبازاو عليهم باش نمشيو بعيد في لو بروجي ديالنا.